قلم زي ده، سواء راجل او ست اللي بيشوفني دلوقتي، وورقة، وشوف كده الصفات الستة اللي معانا في حلقة النهاردة. انت تاخد كام او انت تاخدي كام صفة منهم، وادي لنفسك الدرجة، وياريت تكتب لنا في التعليقات بس نكون صادقين كده مع بعض. انت خدت كام من ستة؟ ستة علامات لو انت امتلكت منهم اربعة تأكد انت او انت شخصية ذكية جدا. يلا بينا. اهلا بيكم عيلتي وناسي، برحب بيكم تاني وبقول لكم وحشتوني جدا. يا ريت بس الجديد يعرفنا بنفسه كده عشان نرحب بيه. واللي ما اشتركش في قناتنا محمد ابو زيد على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك، يا ريت تشترك وتابعوني كمان على الانستجرام. عندنا النهارده حلقه لايف بس مباشر للاجابه عن اسئلتكم على الفيسبوك او على الانستجرام الاول، وبعدها بساعه على طول على الفيسبوك. الروابط دي متثبته في اول تعليق، انضموا لينا يعني لمزيد من الافاده والتقارب، ودوسوا لايك ايضا. الحلقه دي من الحلقات الممتعه والمهمه والمفيده لكل الناس، كل الثقافات وكل الاعمار مهما اختلفت، يعني مش بنخاطب فئه معينه بس. يلا نبتدي مع بعض، يلا نبتدي مع بعض. اول حاجه او اول علامه، كم المده اللي انت تحتاجها او اللي انت تحتاجيها للوثوق في شخص معين؟ لو اقل من 6 شهور طبعا دي حاجه انت تقدر كده او تقدري باسترجاع الماضي والشخصيات اللي انت بتثق فيهم تعرف هي موجودة عندك ولا لا. لو أقل من 6 شهور تخسر معانا في النقطة دي، 6 شهور فما أكثر أنت تكسب. ويشترط أن يكون في تعامل دائم ولقاءات باستمرار بينكم، مش مرة كل شهر أو مرة كل شهرين. دي أول علامة. تاني علامة، هل أنت من الشخصيات اللي بتحتفظ بأسرارها ولا ما ترتاحش إلا لما يكون في حد أو 2 أو 10 على سبيل المثال؟ يعني لازم تحكي لهم السر، يعني بتبقى على نار كده ومحتاج الأسرار بتاعتك حد يشاركك فيها، ولا أنت شخص تفضل إن كل أسرارك تكون محتفظ بيها لنفسك؟ أكيد طبعا لو أنت من الأشخاص اللي هي بتحتفظ بأسرارها بالذات المصيرية أو اللي ممكن يعني لو حد لعب عليها يضرك، دي حاجة إيجابية والعكس صحيح. تقدر أنت في حلقة النهاردة تشوف او تشوفي النقطة دي. دايما السر لو طلع منك تأكد ان هو ممكن تكون نقطة ضعف ممكن يضغط بها عليك او عليكي في اي وقت. دي نصيحة مهمة قوي. كمان تالت علامة، هل انت شخص تصدق كل ما يقال لك ولا لازم تتأكد وبتطول نفسك وبتطول بالك على ما تتأكد وتبدأ تاخد رد فعل بناء على كده؟ يعني لو أي حد حتى لو بالنسبة لك يعني زي ما احنا بنقول مصدر ثقة قال لك أي معلومة عن أي حد، بتصدق وتقول أمين ولا لازم تبحث كده لحد ما تتأكد؟ ومن الناس اللي بتمشي عايز دليل الأول عشان أبدأ إن أنا أصدق الحاجة دي. رابع علامة، مدى إجادتك في الأساليب الغير مباشرة. هل انت شخص لما بتحب ان انت توصل حاجة بتوصلها دايركت بشكل صادم، ولا عندك طرق تقدر توصلها زي ما احنا بنقول كده من غير ما حد يمسك عليك غلطة؟ يعني لو في شخص كذاب قدامك انت مش عايز حد يقول لك انت بتغلط وبتقول ان هو كذاب، تعرف توصل له وعندك الملكة دي ان انت تقدر توصل له ان هو كذاب من غير ما حد يمسك عليك حاجة؟ مدى اجادتك او اجادتك في فن الأساليب الغير مباشرة المطلوبة جدا في كثير من المواقف اللي احنا بنتعرض ليها. خامس علامة، لو انت قاعد او بتتعامل او بتجلس وسط مجموعة من الأذكياء، اشخاص أذكياء جدا، تفضل ان انت تتظاهر بالغباء ولا تتظاهر وتتفاخر بالذكاء؟ لو انت كنت من الشخصيات اللي تفضل ان هي تتظاهر بالذكاء تخسر معانا النقطة دي. يعني في مقولة حلوة قوي تقول لك، يعني في مقولة بتقول قمة الذكاء ان انت تتظاهر بالغباء وسط الاذكياء. لو انت قاعد وسط مجموعة اذكياء وبدأت ان انت تبرهن ان انت ذكي وعايز توصل لهم الايحاء ده، هياخدوا حذرهم قوي منك ومش هتطلع باي معلومة وممكن ما يكونوش بطبيعتهم. والعكس صحيح، لما تتظاهر ان انت مش واخد بالك ومش همك ومش مركز تقدر ان انت تحصل على المعلومة او تقدر ان انت تعرف الحاجة اللي انت عايز تعرفها مقدمة ليك على طبق من فضة. ستة علامة،
هل أنت من الشخصيات اللي عشان تفهم الحاجة وتتقنها بتحتاج تكرار؟ يعني أنا عشان أفهمك حاجة لازم أقعد أكرر لك كتير، ولا أنت بتفهم من أول أو تاني مرة يعني أقصى حاجة؟ وده ما يسمى المصطلح المتعارف عليه سرعة البديهة. تقدر إن أنت يعني أنا اتكلمت بسلاسة في النقطة دي عشان أوفر عليك وأعرفك أو أعرفك إزاي ممكن تقيسي سرعة البديهة اللي عندك. لو انت شخصية في اغلب تعاملاتك محتاجة او انت محتاج تكرار عشان الحاجة زي ما احنا بنقول تلزق وتثبت في مخك، اذا تخسر معاها. لو انت شخص يعني الحاجة اتقالت او اتعملت مرة او مرتين يعني اقصى حد، خلاص ما بتحتاجش اكتر من كده، اذا انت بتكسب معانا النقطة دي. نقدر دلوقتي نمسك القلم والورقة بتاعتنا ونحسب كده، وخلونا نكون صادقين، يعني نكون صادقين مع بعض واحنا بنقول، واكتبوا، خلونا نتشارك. انا بقرا كل تعليقاتكم وبكون سعيد جدا بحاجة زي كده، وبتعرف كمان عليكم من خلالها. كل انثى او كل رجل معانا يقول لنا صراحة هو خد كام من 6، يكتب لنا في التعليقات، ودي حاجة يعني انا بحبها عامة مع عيلتي ومع اهلي وناسي. الساعة 9 يعني خلي بالكم معايا بقى عشان الأسئلة اللي بتيجي كتير. الساعة 9 النهاردة احنا عندنا لايف بس مباشر على الانستجرام، صفحتنا على الانستجرام متثبتة في أول تعليق ووصف الفيديو، بنتكلم في موضوع معين، وبعدين باخد كل استفساراتكم وأسئلتكم وبجاوب عليكم بنوع كبير من أنواع الاستفاضة. وأنا بفضل البث على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هيبقى عندنا بعدها بساعة موضوع مختلف ونكمل رد برضو على أسئلتكم. أنا بفضل إن أنا أعمل لايف على الانستجرام أو على الفيسبوك أكتر من اليوتيوب، لأن العدد هناك أقل بكتير من عددنا على اليوتيوب، ولما بنعمل على اليوتيوب بيبقى صعب إن أنا أجاوب على كتير من الأسئلة والناس بتزعل. إنما هناك تقريبا كل الأسئلة اللي هتتكتب وكل التعليقات بقدر إن أنا أقراها وأرد عليها براحتي، سواء الانستجرام والفيسبوك. إذا هي منظومة كلها مكملة لبعضها. أدعو أي حد من عيلتي إن هو يكون مشترك في الـ3 مواقع دول أو الـ3 صفحات دول، والإفادة في النهاية هي ده الهدف، والتقارب بيننا برضه هو ده الهدف. وعلى قدر المعرفة يكون التميز. الحاجة الوحيدة اللي عمرك ما توصل للمنتهى بتاعها هو المعلومة، هو المعرفة. ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم، يعني مهما كنت انت شايف نفسك عندك خبرة ومعلومات، في اللي اكتر منك وفي اللي عنده معلومات اكتر منك. خد على قد ما تقدر، استفيد على قد ما تقدر، سلاح قوي جدا هيمكنك ان انت تواجه تحديات الحياة والظروف القاسية اللي ممكن ان انت تمر بيها. بحبكم جدا، هتوحشوني على ما نلتقي في اللايف.